حياكم الله مشاهدينا الكرام، ويا مرحبا ومسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي مجلة الريان. اليوم مثل ما انتم شايفين متواجدين في سوق واقف وفي هذه الأجواء الجميلة والحلوة. مثل ما تعودنا راح نبدأ معكم في موضوع الغلاف. في إطار احتفاء قطر بالتراث العلمي للإسلام واللي أثر الحضارة الإنسانية ولعب دور هام في تقدم وازدهار البشرية، احتضنت الدوحة وفي متحف الفن الإسلامي معرض 1000 اختراع واختراع، نشوفه مع بعض من خلال هذا التقرير. السلام عليكم، حياكم الله في معرض 1000 اختراع واختراع يمثل لكم جميع الحضارات الإسلامية القديمة في عصورها الذهبية. حياكم الله وتفضلوا معنا. اختراع واختراع كمعرض هو تجربة تفاعلية، الهدف منه هو إبراز المنجزات العلمية للحضارة الإسلامية. منبرز المنجزات والمساهمات العلمية لرجال ونساء عملوا مع بعض، اجتمعوا مع بعضهم ببوتقة واحدة بين القرن 7 والقرن 17 ميلادي لحتى يقدموا إسهامات علمية منشوفها حالياً إلى أثرها بيومنا الحالي. بيقدروا وقت بيجوا للزوار بيقدروا يلمسوا الأشياء، بيتفرجوا على أفلام، بيشوفوا شاشات عرض، بيستقبلوهم شارحين للعلوم لابسين لبس ممثلين شخصيات العلماء القدماء، فهن بلبسهم بطريقة كلامهم متمثلين لهالشخصيات. فوقت بيدخل الزائر سواء كانوا أطفال مدارس أو عائلات عم بيقابلوا شخصيات مثل مريم الأسترلابية وفاطمة الفهرية وابن الهيثم وابن سينا، وكل هدول عم بيقابلوهم وعم بيحسوا إنه هن حيين قدامهم موجودين، وعم يحكوا لهم بقى عن الاختراعات تبعهم والمساهمات العلمية اللي قدموها. نحن بوقت كل التكنولوجيا عم تجينا من الغرب عم نستوردها، بس كتير مهم بالنسبة لنا إنه الجيل الجديد يعرف بأنه العلوم ما شيء مستورد، ما شيء غربي. كان في فترة سابقة نحن اللي كنا عم نصدر العلوم ونحن اللي كنا عم نصدر التكنولوجيا. فوقت بيجي الزائر لهون الأطفال عم بيشوفوا إنه هن اللي كانوا عم يشتغلوا بالعلوم والتكنولوجيا هن أشخاص أسماءهم مثل أسماءنا وأشكالهم مثل أشكالنا وبيتحدثوا نفس لغتنا، بس هن كان لهم نتاج علمي كبير ونحن لازم نعيد هالشيء. هذه المعارض تأتي بالتزامن مع عصر النهضة اللي تشهده قطر، وهذا بهدف تسليط الضوء على إنجازات الأجداد. الحين إخوان المشاهدين بننتقل من المعارض إلى إطلالة على الماضي الجميل. العطارة تاريخ طويل عرفها أهل قطر، نشوفها في هذا التقرير. من زمن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم والناس تستعمل الأحشاب، أنا استوردت من أبوي وجدي ومارست من يوم أنا صغير، والبادية مال قطر كلهم وأهل قطر يعرفون الأشياء هذه من قدم الزمان، يشترون الأشياء هذه متعلمينها من أبهاتهم وجدودهم، مثل ما أنا مستورد الأشياء هذه هم مستوردين الأشياء هذه. إذا بغى زعتر قال أعطني زعتر ونعطي زعتر، قال يبي جعدة عطيناها الجعدة، قال يبي مرة عطيناها المرة، قال يبي صبر عطيناها الصبر، قال البان يبي حق الكحة نعطيه البان حق الكحة، يبي البان بخور نعطيه البان البخور. كل حاجة تقضي حاجة، واحد في الضغط ياخذ جعد، واحد في سكري بياخذ بعد شيح، واحد محتاج في يعني مسالك البولية التهب أو شيء يأخذ حلبة، واحد رأسه ياجعة بيأخذ مرة. يعني رب العالمين خلق الأشياء لكل داء دواء. هذه
أعتقد ما في بيت في قطر لو استخدم الأعشاب سواء في التداوي أو في غيرها، وذلك لأهميتها في بيوتنا. الحين إخوان المشاهدين بنطلع فاصل ونرجع نكمل باقي فقرات مجلتنا. حياكم الله مشاهدينا بعد هذا الفاصل القصير. الحين جاء دور استراحة الأغاني مع هذه الأغنية. الفضة ما مش خصبي طار نومي وبتاع
الآن ننتقل إلى مقابلة العدد. لقاء هذا العدد مع الوالد حمد بن فهيدة المكسور، خلوكم معنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على الرسول الكريم. وسلوم القبائل ما جوده، لا في قطر اللي احنا عرفنا ولا في البادية. الزوجة عضيدة الرجالها انحضر فراية العية، راية بيت، راية حطب، مخيطة سلبهم هم اللي خيطونه السلب، والبنت في جنب خيها راية ابل، راية الكاب، وتعمل ما تعمل أمها. فالرجال يغسلون مجلاسهم، والنسوان يغسلون مثل ما يغسلون الرجال. أحد طيب ومكرم وعارف قد المرأة وقد مصلوحة اللي جاء منها، واحد من الناس مالك حكمه قوي على المرأة، ما هو اليوم جبار حتى وإذا طيبة ما يعطيها حقها، ولكن المرأة نعمة، نعمة في خاصية الرجال، نعمة في مساعدته، نعمة في اللي ما يفعله ما يقدره، ما يقدر الحطب، ما يقدر الطبيخ، ما يقدر الخياط، ما يقدر حبال البل، ما يقدر. هذا الوقت الأول. والبنت في مسعاها بنشاطها، وجنس العرب يختلف صحيح، بعض النسوان ما تصلح عندها مناكدة وعندها ولا ما تحب الرجال ولا أنا والرجال كم إياهم، بعضهم تيمة ما له شبح بيت يملك مثابل بالملك ومالك والله أعلم وش حدوده. وكذلك لكن إن المرأة كرامة، وأن المرأة هي جنب أخيها وهي جنب جوزها، إلا اللي مو بالنسوان، أما نطح الرجال ولا حفر المياه ولا كذلك، هذا للرجال. الحين المرأة تعلمت وانفعت وظهر فيهم المتعلمة اللي سادت لها مواقف زينة وناطحت بعض المواقف، والآخرين مشتغلين. أما بنات الرجال إلا الله يعطيها الدين، مالكها الدين، هي الباب الجامع، ما أنت بس مسك بالدين، جانت أحواله وقصر من بعض الحدود إلا حدود الجنة. واللي ما عنده دين والله لا الرجال ولا الحرم، حق الوالد على الولد يأمره بالصلاة، يأمره بالوصل، يأمره بالديلان، يأمره بالحمية من ضايقة الجار والجيرة، يأمره بالشهامة والعز، والنفس اللي مهيب عزيزة ما فيها خير. النفس العزيزة حماية، حماية الرعية وحماية اللي حوله، ولا أعطاك الله عز النفس وطيب العقلية والدين رجالكم. الولد معب معب لرب العالمين، يقول ضعفهم إلى أضعفهم، حامي عليهم ويحرص عليهم ويعن عليهم، انظر هي ما عليها من الملزمة. والله يوفقكم ويوفق الجميع ويطول عماركم، والله إن شاء الله يعز حكومتنا ويخي علينا إن شاء الله الطمان والطمأنان والإيمان والأمان. وصلنا مشاهدينا مع فقرة يحبها الكثير منكم، وهي فقرة العكوس. ابقوا معنا لنتابع ماضينا من خلال جديدنا. صورتنا الأولى الحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد حفظه الله
في استقبال بطل ألعاب القوى القطرية اللاعب طلال منصور، واللي أهدى سموه ميدالية أسيوية فاز بها في سباق 200 متر عام 1995. أما صورتنا الثانية فهي المسيرة عام 1976 احتفالا بيوم استغلال قطر. وصورتنا الثالثة والأخيرة لبرج الساعة يظهر فيها مسجد الشيوخ وبعض المباني القديمة، وقد التقطت الصورة عام 1963. والآن تعالوا أخوان المشاهدين لننتقل إلى لغز العدد. نشكركم مشاهدينا على المشاركة والمراسلة في فقرة الألغاز. طبعا ما زلنا متواصلين معكم في لغز هذا العدد، واللي يقول: ويش شي بارز شكله جميل، ميزوه له مكانه واتجاه، ما يجيبه كون منباعه طويل، وفي المواجهة يستفيدون قبله. نعيد عليكم اللغز اللي يقول: ويش شي بارز شكله جميل، ميزوه له مكانه واتجاه، ما يجيبه كون منباعه طويل، وفي المواجهة يستفيدون قبله. طبعا اخوان المشاهدين لغزنا سهل وهين، بس يبغي له تروي وتفكير. ودي اذكركم بان هذا اللغز راح تشوفونه في كل حلقات هذا العدد حتى اصدار عدد جديد المجله. ولا تنسون الفائزين الثلاثه واللي بتنسحب اساميهم في القرعه راح يحصلون على المبالغ النقديه التالية: 2000 ريال للفائز الاول، 1500 ريال للفائز الثاني، و1000 ريال قطري للفائز الثالث. ارسلوا اجوبتكم على العناوين التاليه الظاهره امامكم على الشاشه. مشاهدينا، حلقتنا وصلت لنهايتها، أتمنى أنكم استفدتم منها من خلال فقراتها المتنوعة. موعدنا معكم الأسبوع الجاي مع مواضيع مختلفة وفقرات متنوعة، وفي أمان الله.